لبس حور رهاء. إن شاء الله. إطار واحد الحملة إشهارية كنا درناها بالنسبة لمشروع المدينة، بالنسبة للناس اللي شراو من أوت 2017 تال لفان تال هذا النهار ديال 2018 واستلموا سميتو الشقق ديالهم في مشروع المدينة. ودرنا هذا الشيء على أساس أن جميع الناس اللي شراو يستفدوا من هدايا، ومن ضمنهم قرعة ديال الطومبولا ديال الطوموبيل. على هذا الشيء كاين هذه الأجواء الاحتفالية، وكما كتلاحظوا معنا كاينين الساكنه كاملين الناس اللي سميتوا اللي عرضناهم عندهم دعوات، وغتتبعوا ان شاء الله معنا داك التيراج وصور ديال الطومبولا. الاستاذه مريم الغياتي هي الموثقه اللي كتشرف على هذه العمليه، هنا كما جرت العدد الجوائز الكبرى. لا مريم قبل ما ديري الديكان، لا مريم الله يعطيك الصحه، بغيناهم يحسبوا معنا حتى هما العد التنازلي. الله يجزيكم بخير، حسبوا معنا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. يلا انا لمريم جبدنا الورقه وشوف الناس السميه وقول الناس شكون هي. لا ما سقت واحد الاخبار بيني وبينك، انا معاك قدامهم. عطيها الكاميرا، عطيها الكاميرا، الكاميرا 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 عشاق عبد الرزاق. اهلا سيدي عشاق، مرحبا. اهلا سيدي عشاق، تفضل عليك. اجي حدايا، اجي حدايا هنايا، اجي مرحبا. الفائز بهاد الجائزة بلاتي يا سيدي عشاق غادي يسلمها لك السي حليم. فين هو حليم؟ سي حليم تفضل، خذ شي صورة تذكارية مع السي قبل تكون الطوموبيلة ثقيلة قبل بزاف. يلا يديكم يديكم مع السي عشاق، هنيئا له، هنيئا السي عشاق. كنشكروا مجموعة شيماء، يعني هذا السيارة يعني كان حلم دابا كتحققت مع مجموعة شيماء إن شاء الله، وكنشكروا وكنشجعوا الناس يعني باش يلتحقوا بهذه الشركة شيماء إن شاء الله. يعني هذا الشيء راه حقيقي، ماشي يعني ما نقدرش نعبر لك هذا الإحساس، يعني ما كتلف العبارات باش غادي نكلي نتكلم ولا شي حاجة. المهم كنشكروكم بزاف وكنشكروا المجموعة. فرحانة بزاف، لأن الحمد لله كنحققوا، ملي كتحقق الواحد الكليان واحد الهدف ديالو، والأهم من هذا الشيء كله على أن الشركة حنا هذه 3 mois ولا 4 mois حنا دايرين الإشهار ديال السيارة. كنفرحوا ملي كيتحقق، كنقولوا على أن هذا الشيء حقيقي، وعلى أن هذا الكليان بصح عرف هذه الجائزة ماشي وهمية. والسيد راكم شفتوه كليان، جريت له مع الدوسي وجرينا له على كل شيء، فريمون فرحانة له بزاف بزاف، ومفتخرين بكلياننا. كنبغيو نكونوا معاهم المصداقيه، لان الشركه ديالنا كتهدف الهدف ديالها الاساسي هو المصداقيه مع الكليان ديالها. داكشي باش حضرناهم وكان داكشي كله مباشر، وفرحانه لان الكليان ديالي سنغمله فرحانه بزاف ليه. هنيئا له. الله عليك، تحيه صادقه لمجموعه شيماء. اجي معايا الساسه، اجي معايا، اجي